And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Good morning, guys. Good morning, best people. Everyone, every time, everybody. كنا على لونجري. خوكم عاد كيفطر. دابا تقرب شي 9 ونص. عاد كنفطر. خوتي غادي نجي نشكي عليكم. السيمانة ما هزيتش كتاب. نعم سيدي السديد. السيمانة ما هزيتش كتاب. وعاد دابا قلت راه ما يمكنش نبقى بحال هكا. سواء تصايد باش نصور لكم فيديو ونموتيف انا اولا وموتيفكم تتو معايا احسن صباح وتبدا مع فيروز. So today I have lots of things to do. ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. غادي شي حاجه زوينه ان شاء الله. حقاش راه ما يمكنش نهار السبت اللي فات ما زدتش لعبة. حق الله رب بزاف وحق الله تقول لي راه ما يمكنش. والله لا يمكن. صافي هذا النوض نصاوب شي تمارين اللي نعطاهم لنا صوتهم لنا سيد الفيزيك البارح. صافي وعند السبع الفيزيك تاع السبع عند السبع. انا غنقول لكم جايز اش تبع لي هذا الكاسك هذا اللي عقلتو عليه العام اللي فات ديال السيزيون. عرفت فني جبت مع الدري صاحبي. انا نقول لكم علاش جبت مع الدري صاحبي. تفكرت ديك الفيديو ديال البريباراسيون عرفتي احسن ايام وحق الله. نقول لكم علاش جبت هذا الكاسك هذا. كما كتعرفوا انا دائما كنصور لكم بالكاسك ديالي وني شريته باموال الطائنه ترس نهانت هانت سوما 110 درهم فين مشات. ها هي ها وصافي ماشي مشكل. وصور جوج فيديوهات تقريبا. فيديو بديت تصور الفيديو ملي كنت في العربية. الناس اللي متبعني في انستغرام بيان سير كيشوفو. ملي ما عنديش في انستغرام this is my انستغرام راه تلقاوه في الديسكريبشن. نتوما مكتقلبوش هكا مكتقلبوش الدراري والبنات مكتقلبوش ما عليناش. وصافي بديت تصور في العربية وما كملتوش. ملي جيت لهنا عاوتاني بديت تصور وما كملتش حقاش. كما شفتو الفيديو اللي فات الطابلت مشى الكاسك مشى صافي الكونتنت مشى. شنو غندير انا باش تصور التليفون ولا كنقراو بيزنا ما عليناش. دابا عندي حد التمارين ديال الفيزيك وحد طلعتهم وتمارين نيت درت كسب الفيزيك عرفتي كسبت الفيزيك كي باغي فينا الخدمة حق الله. ما عليناش هاو داك الشي ديال الفيزياء والكيمياء صافي غادي نصور غير الفيزيك ما عنديش من الكيمياء. صافي خصني نصابهم باش نزوج شي حاجة ان شاء الله شي حاجة جديدة. هادشي راه غادي ياخدني نهار شي راه بزاف مع راه دايما ساعة نايض نتسخر راه مايمكنش. And everything is good. خليكم كما ديما. You're the drink, the capsule in the bottle, the damsel in the dress. You come to save me from distress. Stay the week, distract me from my problems, the war inside my head. بحراسي ريت واحد جوج تمارين تاع الفيزيك وبقيت ناعس وسط المنطقة. ناعس شدي وفن كنسكرولي نسكرولي 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 عاد تفكرت عندي الساعة السابعة وصافي عرفتي تقريبا محشي في المنطقة شي جوج ساعات ولا ثلاثة وحرام تقولو زعما رجلي سخن والله ما سخن. يلا زيد انت يلا شي ديك السروال لابس السروال غلط الوسط منه فوق منه السروال غلط عرفتي ويجيني السروال مزير تقول لي بصح شي تجي نلاحظ قوستر وعرفتي واسع ما عليناش. خصني نمشي لسوع الفيزيك وصافي خصني نمشي لسوع الفيزيك غادي نبداو درس جديد دو سونس لي ترانسفورماسيون كيميك افيكتو دون لي دو سونس. وقال والله ما عرفت بحال هكا الله بعلم. هاد الدرس هذا حنا سالينا في القاسم. حنا في القاسم واصلين لديك ليطا دي كيلي يعني القاسم راه غادي فيه مزيان ولاد الحرام الخميس والجمعة يا ربي الجمعة والسبت اللي كنا كنقراو فيهم الفيزيكا نتوما كتشوف ولينا كنقراو فيهم النبك ايوا ما عندكم ما ديروا يلا يلا نمشيو للفيزيكا. اني واي ما خصنيش نخرج معايا التليفون باش نوريكم الطريق. اصلا دابا طاح الظلام
وما خرجش التليفون يعني تمشي للقسم تما وليكم الدري صاحبي جايب التليفون دا تصوير نصور لكم هنا ما قدرش خرج التليفون راك عارفين وليت عندي فوبيا نخرج التليفون من السبعه لفوق عندي تسقد دفاك شعرك كيبان شكون اللي جا موتيفي من بعد حصه الفيزيك وليد الرقاص شكون غدا عندهم غدا امتحان في الفيزيك في السوايع وليد الرقاص غدا عندي امتحان في السوايع وصافي خصني نمشي ندوزو خصني نراجع عندي النيكليير لي زوند الشيمي وصافي الشيمي كاين غير الدرس الاول وصافي وهادشي اللي كاين خصني نراجع ولكن دابا كناكل واحد لاله تهم السمنه ديال البصله لا بدي هذه الشحمه لحقاش ملي قلت لكم المصلح لحقاش ملي كنمشي لليسي حتى لليسي كاين واحد المحله كتبيع الملاوي كتقول لهم ديروا الملاوي ديال الشحمه وما فيهمش الشحمه فيهم غير البصله حتى التصوي قلت لهم شد البصله لوجيك الكز والبرد وجميع انواع البرد موجوده هنا في فاس مرحبا بكم ويلكم تو فاس افري تايم افري وير انوي نصور المناظر الخلابه انا قلت لكم كم هاد كتبان ضبا انا قلت لكم انا ما ساكن جاي في مدينة انا ساكن في عربية look at this علاش دايرين هاد الطريق هاد علاش ما مقصعينهاش علاش مش امول تزي علاش ما شريتيش هادي عاد شريتي هاديك علاش دوزنا من هادي ولا بدا اخوتي anyway راه كان الطريق ملهي الطريق ملهي وليني انا اي لوف ندوز من هنا لحقاش ما كاينش بزاف ديال الانرجي وكاين الظل هنايا تما كاين الشمس صافي حنا دخلنا في الشمس صافي خرج دابا من المدرسه قرانا واحد الساعه دابا تخيل كتاش دابا انا كنضرب نص ساعه ديال الطريق وخاص لي سي بعدا لي باش نص ساعه ديال الطريق يعني نضرب نص ساعه في نص ساعه ديال الطريق يعني جوج ساعات عرفتي انا راسي بدا كيضرب علاش هاد العذاب وعاد مع 11 ونص غادي نرجع عند السبور صراحه تفوركم السبور ما دخلتليش من الاول كاع عاد ندخل لهاد النقطه تا وصلوا للباسكت عاد غادي ندخل انا anyway الباسكت اتس مور لافلي ذان السبك انا عرفتي السبك نكتل على فراسك يخبط معايا مزيان في السبك كنضرب بعض الدورات اللي معرفتش شحال عليك دايرين قدو قداش تبارك الله anyway صافي نبدا تسكت اخواني واخواتي عدت مجددا لهذا المكان الرائع والجميل الناس اللي كينوضوا في الصباح شنو كيفطروا كيفطروا الرغايف الخبز والزيت لو بيتي بان الحرشه انا اليوم وصفتنا لهذا اليوم بسيدتي الفريت الفريت غنفطروا به اخوتي توحشت الفريت بغيت ناكلو توحشت الفريت خويا الصغار من الصباح ما كيدي معاه الاستراحه كيدي معاه الوالده درت ليه ماشي استراحه الغدا باش كيتغدى تما في المدرسه
دخلي لفخيت والكفتة وانا قلت لي ولد دغني قزيت في المقله قلت والله تنقل حشومه كاع انا هنا ما كاينش صاولي ما غندير واحد الكومبينيزون اونتر الحرشه او الفريت الفريت راه مزال كيتقلى كما كتسمعوا anyway غنمشي نجيب الموس باش نقسمو الحرايش وندير في وسط منها الشرائح الفريد عرفتي اذا بقوة ما فهمتش علاش الزيت نقية كلشي هو هذاك وما كتجيش الفريد بحال ديال برا ما عرفتش هاني طايب رائع روعة ولا في الخيال everything is good اليوم قررت انني نمشي السبور خاصة نورمالمون نهار اثنين كنقرا من 8 ل 12 ولا بيان سو قال دابا كاين اضراب كنقرا من 8 ل 9 الفلسفه ومن 11 ل 12 الى السبور وما من الاول العام مشيتش السبور داكشي علاش قررت انني نمشي السبور وعند نخليكم نوريكم الاجواء السبوريه ديالنا الاخوان عرفتي دابا شكون وليت كنحسد ديك الناس اللي عندهم ديورهم كيطلعوا على الليسي ما كيتعطلوا ما كيجيهم برد ما كيفزقوا في الشتاء ما كيسخنوا في الصيف هبطا خلف الطريق دقيقة كتقرب تسد المدرسة معاد كيهود شكون بحالهم حنا عايشين هاد المعاناة الساعة ديال الطريق او سخط عليا امي وبا عيب وعار عيب وعار عبد الله عيب بس اللي انا زيلينا لكم ديروا الشوشي عرفتي دازت واحد الحصه ديال الباسكتبول بيرفكت عرفتي تل دابا عاد تسخنوا يديا ويديا عرفتي يديا مازال حتى الان سخانين دابا الفقر مشي لوحدو قسمين كنستنى الظهر باش يدن ونصليو ابخي نمشيو للكتاب شحال ما مشيت ليها وصافي ما عرفتش على حسب واش ندير غير النهار ولا ندير لكم غدا في الفلوغ بوت اي دون نو بقيت ديت التصوير ولكن كنظن صورت شويه ما صورتش بزاف ديت التصوير شحال ما جا فيه ماشي مشكل اتس جود اند خليكم جايز ليرلي غاديه وكتعوار غاديه وكتعوار سيدي سيدات سي لوك ات ذيس بيس اوف ارتس لوك ات ذيس بيس اوف ارتس واش انا عندي فيه شي دعوه ديال الفلوس كنظن في وش شي رهاب ديال الفلوس وشي دم تقوى الله أعلم واش ما فهمتش هاد الجمادات كاع اللي يعني زعما هادشي اللي عندي انا واش ما كتحسوش بيا واش ما تصبروش شي شويه الكاسك تهرس الطابله تخسر النظر تهرس واش ما كتمرقوش هادشي اللي عندي واش ما كتحسوش حسوا الله يرحمكم لكن anyway اي دونت جيف اب ماشي مشكل راه ماشي مثل الدرجه انا راني عوار نقدر نصبر كما صبرت عام بلا نظر يمكن لي نصبر ما عرفتش شحال عامين بلا نظر بوتيتر جايز ما تستغربوش علاش شفتوني كنلبس الكري بزاف ذيس از ماي تراديشنال اوتفيت اند كلشي كري سروال كري القبيه كريان كشكول كري السردينه كريه ايفريثين از كري قص اي لوف الكري راه الشكاره كانت عندي كريوه يمي تخطات انا قلت لكم راه اي حاجه كتفصل عندي كتقطع الله وعلى محق الله ما كندير لهم شي حاجه بوحدهم كيتقطعوا الاخر تهرس النظر تهرسو الكاسك تهرس الطابله تخسر بس وي ار سترونغ وي ار سترونغ اند ايفريثينغ از جود نخليكم يلا جو تو ذا لايبراري هي ذا فوك اي دونت لايك ات Every boy, every I love you, you never say. إلا تكونو كتلصق ليا حفاضة بحال الموسيقى تلصق لي فهاد الراس هذا بس راه ميمكنش شوف I have a good accent but I can't speak because I don't have the vocabulary you know I'm just a beginner you know just this انا مغاش نعيق عليكم بالانجليش ديالي وصافي anyway انا خصني نشري موطور حتى لا تنحسك بلا انا 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 كنسق بيد وحده يضرب امي واحد الرموك ها نتوما شوف قلت 207 لا ما يمكن
mother told me I should trust my intuition. My intuition tells me something to stay right. You've been deflecting all the simplest of questions, and that ain't gonna fly. My father told me I should keep my reputation in mind, and baby girl, my reputation's on the line. I've been defending you from rumors that are spreading, so don't hang me up to dry. انا مجددا اخوان عندي السوايع مع 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 سبعة ودابا راه تقريبا صام خصني نمشي السوايع وعند سي يو نيكست تايم. ما عرفتش انا غادي نشوف انا شوف انا غادي نقول لكم هذا المنبر ملي غادي نجي الليل غادي نحاول ندير مونتاجات طق 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 بحال هكاك. الا كان الفيديو اكثر من 10 دقائق غادي نبوسطيه، ما كانش الفيديو قل كان الفيديو قل من 10 دقائق غادي نزيد فيه غدا ان شاء الله. بقاش بغيت غدا باش غدا يبقى لي المونتاج نحط لكم الاربع باش نبدا التصوير عاوتاني. بغيت ندير ديك القضيه ديال الصيام، بغيت نصوم، بغيت ناخذ الاجر بغيت ناخذ الاجر اخوتي كما كتسمعوا، وبغيت نصوم الخميس. ما بغيتش نصوم اليوم لحقاش اليوم عندي السبور، والسبور راه سخفنا فيها في المستقبلات. راني سخفت فريمون، واخا لعبت صغار باسكت سخفت لا تصوير، واخا الجو بارد بات راكم عارفين وصافي. والخميس بما انه كان الكلاس غادي نحاول نفيق بكري صافي. اند ايفريثين اتس جود. No one.